السلام عليكم. اليوم جايين لحضراتكم برضو بمثال على الاف الف، لكن المثال ده خاص بالتاكس كالكوليتور او ازاي تحسب الضريبة المستحقة على الدخل. المثال ده بيقول ان والله طبعا الرقم بالدولار، لو الدخل السنوي بتاع حضرتك 30,000 دولار، فالمفترض يعني لحد 30,000 دولار بيتاخد منك 15% من الدخل ده. ولو اكبر من 30 دولار النسبة اللي زادت دي او المقدار اللي زاد فوق ال 30 هناخد منه كمان 20%. تمام؟ يعني لو انت 50,000 دولار ف 30% هاخد منهم 15، عفوا 30,000 هاخد منهم 15 وال 20 المتبقين هاخد منهم 20%. عشان نعمل الكلام ده هنروح بقى، ده خلاص الجزء بتاعنا ده كله الشال. اوكي هنا مثلا طبعا ده الكلاس الخاص بيه السكانر، مفيش فيه مشكلة. الكونستانت ماتش محتاج كونستانت في حاجة، شيل دول. تمام، وجيت هنا. تعالى بقى، المفروض الاول ان انت هتعرف الدخل بتاعه، صح؟ الدخل بتاعه ده هنقول عليه الايرنينج مثلا، الايرنينج بتاعه كام؟ الدخل. تمام؟ ف هقول دبل مثلا ايرنينج او اي ار. تمام؟ واجي اقول له بقى والله اف انا اخدته دلوقتي، صح؟ بس بدل كده هقول له الايرنينج بكام؟ لو الاي ار اكبر من، عفوا اقل من، احنا قلنا اقل من 30,000، اقل من او بيساوي 30,000. تمام، مش عارف هيقبل الرقم ده، لا ممكن نشيل القامه بتاعته دي مش هيقبلها. لو الرقم اقل من 30,000 عاوز تعمل ايه؟ والله لو اقل من 30,000 هقول له مثلا دبل تاكس مثلا بتساوي، هيبقى التاكس المستحقة. تمام، عبارة عن كام بقى؟ ممكن حتى نحط التعريف بتاع الدبل ده فوق، يعني دبل تاكس. هقول له ان التاكس المستحقة، تمام، عبارة عن كام؟ عبارة عن 15% اللي هي 15 مضروبة في الاي ار، ده لو كان الرقم اقل. تمام، ده التاكس. لو كان بقى الرقم الف، لو كان ما هوش اقل من 30,000 هتعمل ايه؟ هيبقى التاكس المستحق عبارة عن اول حاجة، عبارة عن الرقم بتاع ال 15% مضروب في الاي ار اللي كان محسوب قبل كده، صح؟ لان هاخد 30,000 منه، صح؟ بلس كام بقى؟ بناخد كمان 20% اللي هي 2 من 10، مضروبة في مين بقى؟ مش مضروبة في الاي ار، لا مضروبة في الاي ار ماينس ال 30,000. تمام كده يا اخوانا. وبعدين هنا جملة الطباعة كنترول سي له كنترول في، واقول له تاكس بيساوي، وممكن احط ده بلاس على طول، بلاس تاكس. اللي عاوز اقوله هنا ان حضرتك دلوقتي كل اللي عملته، عملت امبورتنج للكلاس اللي اسمه سكانر، عملت اوبجكت اسمه اف سي، عملت برومبت رساله تسال اليوزر الايرننج كام، الدخل بتاعك كام، قرات الايرننج، لو كان الايرننج او الدخل بتاعك اقل من 30,000 فخد منه 15% هي عباره عن الضريبه، ما كانش يبقى المفروض ان الدخل اكبر من 30,000، وعشان اكبر من 30,000 باخد 15 من 30,000 والباقي بعد خصم ال 30,000 اخد منه 20%. اتمنى الكلام ده يكون واضح لحضرتك. تعال نجرب كده. اوكي، هقول له الايرننج مثلا بتاعتي رقم زي 25,000، خده مثلا 20,000. 20,000 دول اقل منين؟ اقل من ال 30. يبقى طالما اقل من 30 هضرب ال 20,000 في ال 15. تمام، وال 20,000 في ال 15 عباره عن 3,000 تقريبا، عباره عن 3,000. تمام، وطبعا دي الاف الشرط حصل، هينفذ ده، مش هينفذ الجزء بتاع الالف ولانها مفيش اقواس يبقى جمله واحده، وينزل على سيكشن
3 يطبع بس التاكس. فلو قلت له اوكي ران المفروض يدي لك 3000 بالفعل كده. لكن لو حضرتك عملت ران وقلت له الرقم بتاعي مثلا 40000، طبعا 40000 اكبر من 30000، يبقى هياخد من 30 ياخد الرقم اللي قلنا عليه اللي هو من 30 ياخد انا اسف ده مش هيبقى اي ار، احنا قلنا هياخد من 30 صح؟ ده انا اسف لا مظبوط، هياخد مش من الاي ار الكليه، انا كتبت هنا خطا، هو ما بياخدش 15% معايا كده؟ احنا قلنا هياخد 15% من 30، ولو كان هياخد 15% من 30 صح؟ يبقى المفروض ده عباره عن 15% في 30 في 30000، يعني انا خدت المبلغ بتاعي عباره عن 30000 زائد الاي ار ناقص 30، هياخد من 30000 ل 15 صح؟ والرقم اللي فوق ال 30000 اللي هو ده هياخد منه 20%، يبقى كده صح؟ معلش هنعمل رن تاني، اوكي اهو هاخد الايرننج بقى بكام؟ اتفقنا لو انا اديته، نتاكد لو انا اديته 20000 يبقى ال 20000 هياخدهم يضربهم في 15 يديني 3000. طب لو اديته 40000 يبقى هياخد منهم 30000 ياخد منهم 15 فيدوا له 4000 ونص، وال10 الباقيين او المتبقين هياخد منهم كام؟ هياخد منهم رقم ال10 هياخد منهم حوالي كام؟ حوالي 200 تقريبا، 10000 ياخد منهم 200 200 لا هياخد منهم 2000 صح؟ شوف كده يبقى انت بتتكلم دلوقتي احنا قلنا هما كام الرقم 40000، يبقى 30 منهم في 15، 30 في 15 30000 في 15 بتتكلم على رقم قريب من كام؟ ها 30000 بتتكلم في 4.5 4000 ونص، ده 4000 ونص، 4000 ونص وده 2 من 10 في ال 10 يديك 1000 يديك 2000، 4.5 و2000 يديك 6000 ونص، مظبوطه كده تمام كده يا اخوانا؟ يبقى واضح المعادله. فكره ان انت لو الرقم بتاعك اقل من 30000 هتاخد 15% منه، ولو كان الرقم اكبر لاول 30000 هاخد 15% زي ما انا، واللي فوق اللي فوق ده اللي هو كام او المتبقي اللي هو الدخل ناقص 30000 هاخد منه 20%، وده عباره عن مين؟ عن التاكس بتاعي، وشفناها بمثال. اتمنى ان المحاضره تحوز على اعجاب حضراتكم، لا تنسونا من صالح دعائكم، ونلتقي بكم في محاضره قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.